أهلا ومرحبا بكم في القناة الرسمية لشركة كايرو تريد، تقدم لكم الشركة وبالتعاون مع شركة ريفر الإيطالية ماكينة التفريخ الأوتوماتيكية للاستخدام المنزلي ومعامل الأبحاث. يتناول الفيديو توضيحاً بسيطاً لمكونات الماكينة وكيفية استخدامها، الماكينة ET49. القطع أو العناصر الرئيسية في الماكينة هي الغطاء والقاعدة. في الغطاء يوجد لوحة تحكم أمامية، بداخلها تقع اللوحة الكهربائية، وتلك اللوحة تتحكم في النظم الرئيسية في المفرخة. شاشة العرض توجد في الجزء الأمامي من الماكينة. في الجزء الداخلي من الغطاء توجد شبكة مرنة لحماية نظام الحرارة المكون من مروحة ومقاومة وحساس للحرارة. المروحة الموجودة داخل الماكينة مزودة بكاتم للصوت، وتقوم بشفط الهواء من مركز المفرخة ودفعه تجاه جوانب الغطاء، مما يضمن دورة داخلية متكاملة للهواء وعزلا حراريا من الخارج. نظام الحرارة مصنع من ستانليس ستيل المقاوم للصدأ، والحساس الذي يقيس درجة الحرارة مكون من حساس NTS للموقع، يسمح بتنظيم سريع ومؤثر جدا للحرارة. في القاعدة يوجد حوضين يتم ملأهم بالماء المطلوب للحفاظ على الرطوبة داخل المفرخة. سطح هذه الأحواض مصمم لتصحيح الرطوبة، مما يوفر عليك القيام بهذه المهمة بملء حوض واحد أثناء التحضين وكلا الحوضين أثناء التفريخ. الفتحتين الموجودتين في مقدمة المفرخة مخصصين لملء الأحواض الداخلية، ولن يكون هناك ضرورة لإزالة الغطاء، مما يمنع تسرب الحرارة والرطوبة. يوجد صينية للبيض ذات مواصفات عالمية مناسبة لجميع أنواع البيض. كل بيضة يتم وضعها ويكون الجزء المدبب لأسفل. أرفف البيض متصلة بقضيب مشترك يسمح بتقليب البيض في نفس الوقت. تأتي المفرخة مع شبكة للتفريخ، حيث يتم وضع البيض في الثلاث أيام الأخيرة من التحضين. يمكن أن تكون القاعدة مزودة بوحدة للتقليب الأوتوماتيكي للبيض، تسمح بالتقليب الأوتوماتيكي لصينية البيض حتى 12 مرة في اليوم. تصميم المفرخة تصميم دقيق ومصنع بأفضل تقنيات البلاستيك. المكان المثالي لوضع المفرخة يكون بدرجة حرارة بين 20 درجة و 25 درجة، وتكون الرطوبة بين 50% و 75%، كما أنها لا تصدر أي صوت، ولذلك فإن أفضل مكان لها هو بداخل غرفة في منزلك. ضع غطاء المفرخة على سطح مستوي. ضع الشبكة التي سيتم استخدامها لاحقاً في عملية التفريخ جانباً. ضع الغطاء فوق القاعدة لغلق الماكينة. المفرخة تسمح بدخول الأكسجين من الهواء الخارجي، لذا يجب عدم تغطيتها أو وضع أي شيء كالقماش والبطاطين. يتم استخدام الفتحة في أرجل المفرخة لملء أحد الأحواض حتى الحافة تقريباً بماء نظيف دافئ. يتم توصيل القابس الخاص بالغطاء في مدخل مناسب. ستبدأ المروحة بالدوران وتبدأ المقاومة بتسخين الهواء. ستعرض الشاشة درجة الحرارة داخل المفرخة. الإضاءة الصفراء تشير إلى أن الجهاز يعمل. درجة الحرارة المعدة مسبقاً والمناسبة لمعظم أنواع الطيور هي 37.7.
شغل الماكينة فارغة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى تصل لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة المناسبة. ارفع الغطاء وضع البيض برفق في داخل الأماكن المناسبة لها باتجاه الأسفل كما في المفرخات الكبيرة. مثل هذه الوضعية تعد أفضل وضعية لتبادل الأكسجين مع الخارج. عد وضع الغطاء على القاعدة بدقة، ثم يجب عليك القيام بتوصيل قابس الكهرباء لوحدة التقليب الأوتوماتيكية. دعها تعمل وقم بالعمليات الآتية: راقب منسوب المياه يومياً، وإذا لزم الأمر قم بملء المياه بدون زيادة في الحوض من خلال فتحة في الرجل. ممنوع فتح الغطاء، يمكنك مراقبة البيض من خلال نوافذ المراقبة. أول فحص للبيض يمكن أن يتم بعد الأسبوع الأول. يتم إزالة البيض الفاسد والغير سوي. بعد أسبوع آخر يمكن عمل الفحص الثاني للكشف عن حالة الأجنة. بالنسبة لبيض الدجاج في اليوم 18 من التحضين، قم بنزع قابس الكهرباء من وحدة التقليب وابدأ مرحلة التفريخ. بالنسبة للأنواع الأخرى مدة التحضين تختلف، لذا رجاء عليك الرجوع إلى كتيب الإرشادات. قم بنقل البيض من صينية البيض، ويتم وضعه مؤقتاً في صوان عادية. قم بإزالة صينية البيض من القاعدة مع الحرص الشديد بالجزء المتصل بوحدة التقليب. في هذه المناسبة قم بملء الحوض الآخر بالماء الدافئ. قم بتثبيت شبكة التفريخ في الوضع الصحيح. وضع البيض عليها مع ضمان وضع الشبكة بطريقة صحيحة بحيث تغطي الأحواض وكليبسات إحكام الغلق. أعد وضع الغطاء ولا تفتحه حتى تتم عملية الفقس. لا تقم بتوصيل الكهرباء بوحدة التقليب. راقب منسوب المياه يومياً. إذا استدعى الأمر قم بملء الأحواض بدون زيادة عن طريق الفتحات في الأرجل. قم بملاحظة عملية التفريخ عن طريق نافذتي الفحص. يجب بقاء الكتاكيت في الحضانة لمدة 12 ساعة بعد الفقس للسماح للريش بالجفاف، ومن ثم نقلهم في صندوق جيد التدفئة للأيام الأولى من عمرهم. وبهذا نكون قد انتهينا من توضيح كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالماكينة. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. لا تنسى الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد.